كده انا هروح للخبر اللي جاي وهربط كلامي وهنشوف، لان الفتره الاخيره احنا كنا بنتكلم عن الفعاليات الرياضيه اللي بتقام بهدف دعم قضايا مجتمعيه وكمان تنشيط السياحه، وهنا بنتكلم عن نبذ العنف، وده اعتقد ملف مهم جدا. فعاليات رياضيه كتيره جدا بقت بتقام في مناطق كمان سياحيه علشان تساعد وتساهم في الترويج للسياحه، وبنتكلم هنا عن ماراثون رياضي اقيم تحت عنوان الرياضه من اجل التنميه ونبذ العنف، انطلق امبارح من بانوراما الاهرامات بالجيزه بمشاركه وزارة الشباب والرياضة وعدد كبير جدا كان من مؤسسات الدولة الدولية والمحلية. نروح نتابع دلوقتي، بس خليني أقول لحضراتكم اللي بيحصل بجد ده على الأرض شيء في غاية الاحترام. يعني أنت بتستغل هنا السياحة بتاعتك رياضيا، وبتتكلم كمان أن أنت بتنشر ده للعالم كله، فأعتقد دي حاجة كده أو بداية فعلا رائعة جدا لفكرة الاستثمار في هذه النوع من السياحة اللي هي السياحة الرياضية. خلينا نروح نتابع. هي طبعا وزارة الشباب والرياضة بتهتم بأي إيفنتات رياضية وبالذات للمرأة، أو أعتقد إن كل القيادات السياسية بتهتم بالمرأة يعني والعصر الذهبي للمرأة. النهاردة رسالة ماراثون الدرجات، رسالة للعنف ضد المرأة بمشاركة الشباب. احنا بنعمل حاجات كتير جدا لوزارة الشباب والرياضة بتنفذها بقيادة الدكتور أشرف بالنسبة للمرأة. بنعمل رياضة من أجل التنمية مع اليونيسيف، بنعمل ألف بنت ألف حلم مع المجلس القومي البريطاني، عندنا مشروع قومي للمرأة، عندنا حاجات كتير جدا بننفذها للمرأة. شرف ليا، لأن أول حاجة هي حاجة يعني بتمثلني أنا كرامز، لأن أنا حياتي كلها رياضة، وأنا يعني واخد يعني جزء من هدفي إن أنا أشجع الناس على الرياضة لأن أنا بحبها قوي ومقتنع بأهميتها، وخصوصا بقى ان الهدف بتاع الماراثون ان يدعموا البنات وحقهم، يعني الهاشتاج بتاع الماراثون حقك، فحاجه تبسطني مش بس عموما للرياضه، لان بالذات البنات في الظروف اللي احنا فيها كمان الفتره الاخيره بقوا البنات يعني في ظواهر غريبه شويه، في عنف وفي حقوقهم بتتاخد، فاكيد يشرفني ان انا ادعم الرياضه عموما ودور البنات في ان هم يجيبوا حقهم ويقفوا قدام المشاكل اللي بتواجههم يعني. أنا جاي أحضر ماراثون النهاردة، دي حاجة تسويق للسياحة في بلدي. أنا أحب أن أنا أشارك في حاجة زي ده، في حدث وفعاليات زي دي، لأن في الأول في الآخر دي واجهة لينا، واجهة لمصر البرة، وبنتمنى أن احنا نكون شباب فعال يعني، ونبدأ نساند الدولة على كافة المستويات وفي كافة الفعاليات، وإن شاء الله اللي جاي أحسن. في أصدقائي عندنا في الجامعة كلموني وقالوا لي عايزين هتحضر ماراثون وماراثون عجل وكده أهو، فقلت خلاص تمام انا جاي. وبصراحه اول يوم جميل، انا اتبسطت جدا بلان بتعمل حاجات زي كده وهي بتعمل حاجات اكتر من كده، ودي حاجه جميله جدا ان انا لازم اشارك في الماراثون ده. حبيت ان انا اشارك في اليوم عشان انا بحب الرياضه وبحب اشارك في الافعاليات الرياضيه، وبحب ان انا ابقى يعني رياضي اكتر من ان انا ابقى قاعد في البيت، وهكتسب مهارات جديده من ناس حواليا من العجله، ان انا اطور نفسي في سواقه العجله وان انا اشارك في ماراثونات اكتر، دي ساعدني ان انا اشارك في ماراثون اكتر واكتر. واحنا عرفنا النهارده ان في مرسم سباق عجل، فهو احنا اصلا بنحب العجل يعني احنا بنحب الرياضه، فاحنا بقى حبينا ان احنا النهارده نشارك معاهم كده عشان احنا بنحب ان احنا يعني نركب عجل وبنحب المسابقات، اصلا احنا متعودين ان احنا بنبقى دايما في مسابقات وكده. تنظيم الماراثون النهارده بيعد خطوه نحو تعزيز المشاركه الايجابيه للفتيات والنساء المجتمعيه، دعم حقوق الفتيات في المشاركة المجتمعية، إبراز دورهم من خلال الرياضة من أجل التنمية. إزاي دور الرياضة مهم جدا في العملية التنموية، إزاي نتكلم ونشيد بالرياضة، وإزاي نبرز حقوق الفتيات ونتكلم عن القضايا المجتمعية والمشاكل وقضايا العنف اللي بتواجه المرأة والفتيات من خلال الرياضة ومن خلال هذا الماراثون. كنت شايفة ان من حقي ان انا اشارك في كل رياضة مش من خلال الماراثون بس، ده ان انا اشارك في اي لعبة رياضية او اي ماراثون يتعمل، كوني كبنت ان انا اقدر يعني ابقى زي الولد، يعني مش مقتصرة في شغل البيت بس او شغلي كأم او بنت او مثلا اروح، لا انا ممكن اقدر اعمل كل حاجة ان اي حد يتخيلها.